قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدلي ببيان اليوم حول حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي وقعت مؤخرا. وفي تصريحات صحفية أضاف ترامب إنه لا مكانا في بلاده للكراهية، مشيرا إلى أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي ووزير العدل ويليام بار وأعضاء في الكونغرس بشأن ما يمكن عمله لعدم حدوث أعمال عنف أخرى مماثلة.